الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي الموقر وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني في مستهل كلمتي هذه أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لما يقدمانه للمسيرة الخيرة لمجلس التعاون من دعم ومساندة في كافة الميادين. ولعل انعقاد معرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط في رحاب دولة الإمارات العربية المتحدة خير مثال على ذلك. كما يشرفني أن أتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حفظه الله، معربا عن بالغ الاعتزاز لرعايته لهذا المؤتمر والمعرض. كما يسعدني أن أرحب بمعالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي وزير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأتوجه لمعاليه بالشكر الجزيل على كفاءة الإعداد والتحضير والترتيبات التي واكبت هذا المعرض والمؤتمر، مقدرا جهود كل من أسهم بجهده ووقته وفكره لإنجاح هذا المؤتمر. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الحضور الكرام، لقد جاء قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 تجسيدا للإرادة السياسية الواعية لدول المجلس واستجابة لتطلعات أبنائه التي توجب وجود كيان وحدوي قوي يحافظ على المكتسبات ويجسد التطلعات ويحقق الطموحات، واستجابة للتوجيهات الحكيمة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله لتحقيق التعاون وصولا للتكامل المنشود في كافة المجالات والتي من شأنها إبراز دول المجلس في المحافل الدولية. اتخذت حكومات دول المجلس خطوات مدروسة تهدف لتنسيق وتوحيد سياساتها واستراتيجياتها لبلورة أطار عمل في الوقت نفسه حمايتها من التهديدات والتحديات المشتركة التي تواجهها، ويحفظ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وانطلاقا من هذه الثوابت ولتهيئة البيئة القانونية اللازمة لمواكبة هذه التطورات، فقد وقعت دول المجلس على الاتفاقية الاقتصادية عام 1981 وتم تحديثها في عام 2001 التي تتلائم مع تطورات العمل المشترك واستكمال متطلبات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وأرست قواعد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وأنشأت بموجبها منطقة التجارة الحرة لدول المجلس. وقد نجحت دول المجلس خلال الثلاث عقود الماضية منذ تأسيسه في تطوير اقتصاداتها بما يقربها من التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية. كان من أهم هذه الإنجازات عدد من القرارات التي أطرت العمل الاقتصادي المشترك بما في ذلك مجال النقل سواء كان البري أو البحري أو المجال الجوي. ولعل دول المجلس أصبحت مهيئة أكثر التي إلى صيغ تعاونية تؤطر العلاقات المتميزة بين دولها وتهدف لتثبيت دعائم الاستقرار الاقتصادي بدولها وأقليميا. وبالرغم من التحديات التي تواجه المنطقة وانخفاض أسعار البترول ومنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في دول المجلس نحو مستقبل واعد وصولا إلى الوحدة والحفاظ على المكتسبات والمكانة المتميزة التي تحتلها دول المجلس والدور الهام الذي تلعبه في المنظومة العربية والدولية. وتعمل الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء على تحقيق العديد من الإنجازات في المشاريع التكاملية الداعمة للاقتصاد التكاملي بين دول المجلس، مثل الطرق ومشروع سكة حديد دول المجلس تربط بين هذه الدول، ومؤاومة هذه السكة مع شبكات السكة الحديدية الوطنية فيها، حيث سيوفر هذا المشروع الاستراتيجي قدرات نقل إضافية لتلبية الاحتياج المتزايد على نقل الركاب والبضائع الذي من شأنه رفع القدرة التنافسية والتكاملية لقطاعات النقل والمواصلات، ويسهم بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون عن طريق توفير وسيلة نقل اقتصادية آمنة
وذات تأثير سلبي محدود على البيئة، حيث من المتوقع أن يتم إنشاء ما يقارب من 1200 كيلومتر من السكة الحديدية والمترو بدول المجلس باستثمارات قد تتجاوز 250 مليار دولار أمريكي خلال 10 سنوات القادمة كما هو مخطط له. كما تعمل الجهات المختصة بدول المجلس التعاون على تكامل وسائط النقل لإيجاد منظومة نقل وخدمات لوجستية فاعلة واقتصادية بربط شبكات السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات ومنافذ حديثة قادرة على مواكبة واستيعاب كافة التطورات التنموية المتسارعة في دول مجلس التعاون، وتحديث الآليات والسياسات والقوانين التشريعية التي من شأنها إدارة هذا القطاع الحيوي وتوجيهه بشكل فاعل، مع التركيز في المرحلة الحالية على أهمية استدامة قطاع السكة الحديدية وتوطين صناعات النقل والسكة الحديدية وخلق أجواء المنافسة ومشاركة القطاع الخاص في تمويل وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل. وفي هذا الشأن فقد قام فريق من الدول الأعضاء بزيارات إلى عدد من الدول الأجنبية للاطلاع على خبراتها وتبادل المعلومات بشأن تطوير مشاريع النقل والمواصلات وبالتحديد قطاع السكة الحديد، حيث أشارت نتائج الزيارات إلى أن دول المجلس تتبع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، وإن لديها فرصة سانحة لتفادي العديد من التحديات والعقبات التي تواجه الدول الأوروبية، ومنها على سبيل المثال موائمة الربط فيما بينها بشبكات السكة الحديدية، كما تم عقد العديد من المؤتمرات وورش العمل لمناقشة أفضل السبل لاستدامة وتوطين الصناعات المساندة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وتم التوصل إلى العديد من التوصيات الهامة التي من شأنها العمل على استدامة تطوير وتشغيل مشاريع السكة الحديدية والنقل بدول المجلس. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الحضور الكرام، إن تطوير مشاريع السكة الحديدية والخدمات اللوجستية المساندة لها كمشاريع مشتركة بين دول مجلس التعاون له آثار إيجابية مباشرة على تعميق وتكامل الاقتصاد وتيسير حركة التجارة المتبادلة بين دول المجلس وحرية التنقل لمواطنيها والمقيمين فيها وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، ولا ننسى أهمية قطاع النقل في تعزيز أمن دول المجلس من خلال السيطرة على عمليات التهريب بكافة أنواعها، بالإضافة إلى الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس التعاون والتي تعد داعماً أساسياً لنمو وتكامل اقتصادياتها. ومن هنا يأتي مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون مواكباً للتطورات والفرص والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون. وبجهود ودعم من الجهات المعنية بالدول الأعضاء يسرنا الإشارة إلى التقدم المحرز بشأن تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، حيث استكملت بعض الدول الأعضاء تنفيذ أجزاء من المشروع وبدأت دول أخرى في تنفيذه. كما اتفقت الدول الأعضاء على الخرائط الهندسية لمسار سكة حديد دول المجلس بعد تحديثه بناء على آخر المستجدات في هذا الشأن ونقاط التقاء المسار فيما بين الدول المتجاورة، واستكملت خطة العمل والجدول الزمني للانتهاء من المشروع، مع الأخذ بالاعتبار برمجة تنفيذ المشروع وربطه مع شبكات السكك الحديدية الوطنية ضمن الموازنة العامة لكل دولة، وتوفر الموارد المالية لذلك، واستخدمت أفضل المواصفات العالمية في هذا المشروع. ومن المتوقع خلال هذا العام 2016 استكمال المواصفات الفنية الشاملة والملاحق الفنية اللازمة لتشغيل المشروع ووضع الإطار المؤسسي والتشريعي لتنفيذه بشكل متوائم ومتكامل مع شبكات السكة الحديدية داخل الدول الأعضاء، وكذلك دراسة إمكانية إنشاء هيئة خليجية للمشروع بمشيئة الله، وسيتم رفع نتائج هذه الدراسات إلى اللجان الوزارية المعنية في دول المجلس لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الأخوة والأخوات الحضور، لقد تعهدت دول المجلس بالاستمرار في تشجيع مشاركة القطاع الخاص وفتح الأسواق المحلية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وخاصة في قطاع النقل كجزء مكمل لبرامج التطوير الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه إيجاد المناخ التنافسي لمساندة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير الفرص الوظيفية ودعم التوسع الاقتصادي وتطوير الموارد البشرية. كما تعمل الدول الأعضاء بشكل متزايد على تخصيص المشاريع الحكومية لقطاع النقل والمواصلات والخدمات المساندة من أجل تحفيز المنافسة وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. ومن المتوقع أن تتيح إدارة المنافسة للقطاع الخاص إيصال خدمات نقل ومواصلات جيدة ومتكاملة وبكفاءة أعلى، ودعم الموازنات العامة للحكومات، وإيجاد موارد متنوعة للقطاعات المستقلة عن قطاع النفط. ختاماً، أكرر شكري وتقديري لكم جميعاً على حسن إصغائكم وعلى حضوركم ومشاركتكم في هذا المؤتمر الهام، متمنياً للمؤتمر كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.